إذا رح نبدأ فايل جديد الآن والفايل هذا رح أحط هلأ فيه هون روتيشنال إنيرشا. هاي إذا بتطلع الآن على روتيشنال إنيرشا رح تلاقي هاي الفاليو هون تبعها معطيها هو فاليو بالكيلوغرام متر سكوير. إنيشال فيلوسيتي زيرو، رح نترك الإنيشال كونديشن نخليهم كلهم زيرو. في عنا هاي، بعدين رح ناخذ روتيشنال سبرينج اد تو ان تايتلز. هلا زي ما عندنا جراوند كونكشن، زي ما عندي جراوند في الالكتريكال، في عندنا كمان ريفرنس ميكانيكال ريفرنس. فهذا الميكانيكال ريفرنس لاني انا اذا بعمالي بحط اذا عمالي بلف سبرينج لازم يكون الدوران تبعه بالنسبه للريفرنس، ففي ريفرنس معين بده يلف بالنسبه له. هلا المفروض انه سبرينج احنا نربط طرف منه مع الكومن. انا برتب هاي من هون. بعدين هلا السبرينج رح يكون انا عندي سبرينج ماس دامبر، فالسبرينج والدامبر رح يكونوا بارلل ومشبوكين طرفهم على الماس. ها بس هون طب او هون عفوا انيرشا، هذا روتيشنال سيستم، في ايكوفالنت الكتريكال سيستم. اذا بتطلعوا عفوا ترانزليشنال سيستم، اذا بتطلعوا الان بالفاونديشن لايبرري طلع هون بالميكانيكال راح تشوفوا عندنا ميكانيكال سنسرز، ميكانيكال سورسز، ميكانيزمز، روتيشنال اليمنتس وترانزليشنال اليمنتس. هدول هم الاثنين اللي بعطوني سبرينج ماس دامبر ترانزليشنال او سبرينج ماس او انيرشا دامبر روتيشنال. فاذا بتطلع هون على الروتيشنال راح تلاقي كلهم موجودين، موجود عندي ترانزليشنال سبرينج، وترانزليشنال هي عكس الروتيشنال او يقابل الروتيشنال، مش لينير، ترانزليشنال. عندي هون ريفرنس زي الجراوند، عندي دامبر هذه روتيشنال دامبر، اقول هاي ترانزليشنال، هاي ترانزليشنال، ترانزليشنال فريكشن، واحتمال يكون اي نوع فريكشن هذا؟ احتمال انه فيسكس. خلينا نطلع نشوف. لا هي في كولوم وفي فيسكس. حتى هو مميز هون كمان اظن بين ستاتيك والدايناميك. اوكي كانه هون مميز بين ستاتيك والدايناميك. هلا طبعا هذول ليش ما بقدرش اغيرهم هذول؟ لانه انا ما اخذت اليمنت وحطيته، هاي التمبليت اللي بطلع عليها. لما باخذ اليمنت وبحطه في الموديل بقدر اغيره، بس بقدرش اغير التمبليت، فهي لسه انا كبست على التمبليت. وترانزيشن ابروكسيميشن كوفيشنت لينير ريجن فيلوسيتي، يعني هم معطوط، بس هدول الاثنين بهموني، هاي فيسكس فريكشن وكولوم فريكشن. اوكي وانتم اخذتوا النوع الثالث اللي هو دراج. بس بالنسبه للانيرشيا دامبر ليش اخذناها روتيشن؟ ليش اخذناها روتيشنال؟ انا كل السيستم بدي اعمله روتيشنال عشان الدرايف لاين. ليش اخذنا روتيشنال سيستم؟ لانه بدي اركبه على المحرك الان. تتذكرين الهويست؟ كان عندنا هويست، مش كان عندي هويست؟ فراح اركب انا على المحرك الان. هلا الجير بوكس بعرفش راح اخذ جير بوكس من هون ولا اقسم التورك واضرب السبيد بالسيميلينج، بدنا نشوف. بعدين راح اشبك هذا الموتور، راح اشبكه على الروتيشنال سبرينج ماس دامبر. هلا ممكن تاخذ ترانزليشنال بس بدك تحول من بتحول من، يعني ممكن تعمل هذا بس ملوش معنى، ما له معنى اذا كان يشابك على محرك. نعم. اي فاليوز عفوا؟ الديفولت ما بعرف ما بعرف، هذا هون بصير شطارة اللي ببرمج السوفت وير. بتذكري حكيت لكم السوفت وير الجيد بكون فيه ديفولت دائما، فبكون حاطط ديفولت فاليوز. هلا ما بعرفش السبب ليش هدول الديفولت فاليوز ما بعرف. هلا ناخذ نرجع على الروتيشنال اذا، فبرجع هون على هاي روتيشنال اليمنتس، واحنا بدنا نحط هلا دامبر، حطينا دامبر، هاي دامبر عندي، في روتيشن فريكشن، في روتيشنال دامبر، تمام اوكي. هذه هلا هون طبعا فيسكس، وفيسكس بعرف انت فيسكس من وين؟ من وحدة نيوتن متر بير راديان بير سكند، هي بتصير نيوتن متر سكند بير راديان. اذا بنعمل ناخذ هاي بنعملها انسيرشن. انا شو صار عندي بالموديل؟ عندي هاي روتيشنال دامبر، روتيشنال دامبر راح احطه ان باراليل مع سبرينج. هلا نطلع خليني اشبكهم اول شيء. هاي هيك هاي شبكنا هدول الاثنين ان بارلل. هلا هون راح تلاقوا في سي، سي كانها من كومن، ما بعرف اذا كانها من كومن او شيء، عاده هو ما بيأثر اذا شبكناها، هذا الاليمنت ما له بولاريتي.
لو شبكتهم، بس انا بحاول عاده اظن انه السي كومن بس ما بعرف. هلا هون بنشبك هدول التنين مع بعض مع الدام مع الانيرشا. هلا هذه كانها نقطه موجوده اذا قارناها بالسبرينج ماس دامبر اللي احنا بنرسمها. هي عندي الشافت اللي احنا شغالين عليه روتيشنال شافت، في انيرشا، وعلى نفس الشافت عندي مشبوك من هون في هذا روتيشنال سبرينج من هون، وعندي كمان روتيشنال دامبر من هون. هلا هذه زي بيس انا عمله بلفه من هون. هلا لاحظوا عندي اذا اخذت الروتيشن سبرينج، هلا هيك مضبوط اخذنا السبرينج الروتيشن تبعت السبرينج. لا لازم ناخذ بهذا الشكل السبرينج راح يكون مثبت هون بهذا الشكل هيك. راح يكون عندي دامبر هيك بعدين مشبوكه. هلا هذه عندي بتلف بهذا الشكل، اظن هيك هلا صارت صحيحه. هلا بنشوف من ناخذها، بدنا ناخذ قراءات. هلا بدنا ناخذ سنسرز، خلينا ناخذ سنسر من هون، بدنا ناخذ سنسر على الروتيشن. فخلينا نرجع هلا هون عندنا روتيشنال اليمنتس ميكانيكال سنسرز. هلا ايديال روتيشنال موشن سنسر، ايديال فورس سنسر، ايديال تورك سنسر، وايديال ترانسليشن. احنا راح ناخذ ايديال روتيشنال موشن سنسر، راح اعملها هاي ايديال اتو. هاي بدي اخذ منها. هلا اذا نطلع عليها في الها، لاحظوا هلا بتتذكروا من الفولتج، هاي هون ايش بنتوقع انها تكون؟ سيجنال. متذكرين هذول السيجنالز كانوا اذا بتقارنها بالفولتج سورس. يعني شوف هلا لو رجعنا احنا رحنا على السيم باور سيستمز واخذنا من هون ميجرمنتس واخذنا مثلا هذا، راح اضيفه ما راح اشبكه بس راح اضيفه. هلا اذا بتطلع هون قارن هذا الشكل بهذا الشكل، لاحظ الالكتريكال سيستم في له تو تيرمينالز حتى يكون في كرنت او فولتج، مضبوط؟ هي هون، والاشاره مهمه في الكرنت لانه الكرنت عندي ماشي في اتجاه، مضبوط؟ وايش طلع عندي هون؟ سيجنال. فكانه هذا عماله بيقرا الكرنت وبطلع سيجنال بتمثل الكرنت. فهذا نفس الشيء هلا راح ياخذ عندي هلا نلاحظ في عندي هون ار وسي. ليش؟ ليش عندي ار وسي؟ ليش ما اشبك وحده منهم بس بالشافت؟ لا لا اسمها، انا بحكي هون عن الميكانيكال ايديال روتيشنال موشن سنسر. اذا بدي اقيس موشن ايش السؤال اللي لازم تساله؟ بالنسبه لايش؟ روتيشن بالنسبه لايش؟ مضبوط؟ بدنا ريفرنس، بدنا ريفرنس. فاظن الكومن هلا بنشبكه من هون، انا هاي صار لي زمان مش عاملها بس اظن انها مضبوطه. هلا رح اخذ هذه من هون هيك، شبكناها على الريفرنس. اذا انا بدي اقيس موشن بالنسبه لهذا الريفرنس. هلا هذه رح اشبكها مع النقطه هاي، رح تعطيني موشن من هون. هلا هذا راح اشبكه من هون مع الشافت اللي بدي اقيس الروتيشن تبعته. هاي هيك شبكت معي، اوكي؟ فهلا المفروض هلا هاي تعطيني الاوتبوت. هلا هون في عندنا كانها في A و B، بعرفش وحده منهم كم ثيتا وحده اوميجا، خلينا نتاكد. انجل، اوكي، ثيتا مضبوط مش هيك؟ وحده منهم انجل. الثانية كأنها أوميجا، مضبوط؟ بارامترز. فراح استعمل احنا الأنجل من هون هذه. هلا الأنجل هاي صارت سيجنال، لأنها صارت سيجنال بقدر أطلع سلك واحد منها، مضبوط؟ مش هيك؟ مش كنا نعمل هيك بالكرنت والفولتج؟ فبقدر ايش أحطهم الآن أشوفها؟ على أوسيلوسكوب. فبناخذ هون لايبرري براوزر، نرجع للسيميلينك، بنروح على سينكس، راح آخذ سكوب. هلا هذا الاوسيلوسكوب راح اخذ له اخذه من الاي مش هيك دكتور. الروتيشنال سبرينج مش راضي افهم كيف الروتيشنال سبرينج ايش ماله؟ ايش يعني روتيشنال سبرينج؟ ايش احسن مثال على الروتيشنال سبرينج نعطيك؟
احسن مثال يمكن على روتيشنال سبرينج انا اقدر افكر فيه ممكن يكون مثلا لو عندي هاي القطعه من هون وهاي مثبته من جهه لو مسكته من هون مش بصير عندي روتيشن بعمل وبحط فورس عليه. هلا في مثال ثاني بس هو مش معمول كسبرينج بس هو بفرجيني الستيفنس تبعت السبرينج. لو عندي شافت هلا هذا الشافت في الحياه من ناحيه نظريه انا بعتبره صلب مضبوط بعتبره ستيف بس هو الا هو نفسه في مضبوط. يعني لو انت ثبتت هذا الشافت من جهه ومسكت على الجهه الثانيه وحطيت تورك مش رح يعمل ديفليكشن. هذا الديفليكشن زي سبرينج بقدر امثله. يعني هذا بقدر امثله الان في بقدر امثله بسبرينج بالحاله هاي كانه ثبت من جهه ومن الجهه الثانيه انا عمالي بحط عليه لو تركته بيرجع ممكن ارجع فورس يعني طبعا والطاقه تخزنت. هو شو اللي بيميز السبرينج عن الفريكشن؟ بالنهايه ضاعت الطاقه. ها لو انت جيت هلا مسكت دامبر ولفيت دامبر هي روتيشنال دامبر خلينا نفترض عندي روتيشنال دامبر. روتيشنال دامبر راح افترضها انها زي هيك جبت انا زي سلندر وهذا عبيته زيت في داخل هذا الدامبر الروتيشنال دامبر جبت بليت والبليت بديت الفها فتحت فتحات في هاي البليت. هلا وانت عمالك بتلف هاي البليت في داخل السلندر افترض هذا سلندر زي هيك وانت حاطط فيه البليت وعمالك بتلفها مش رح تحس انت مقاومه وكل ما زدت السرعه مش رح تحس انه اصعب تحريك الهاي. الطاقه وين بتروح في النهايه؟ بتروح هيت في الزيت مظبوط. لكن لو طلعنا هون هذا لما بشده مش رح يضل شارد كل ما حط بدي اعمل ديفليكشن اكثر بدي احط تورك اكثر اللي هي كي كي ستيفنس مظبوط. بتقدر تطلع قيمه كي لهذا الشارد كانت تحسبها بدلاله المتغيرات جي واليونجز موديلز اوف الاستيستي كانت تجيب هذا الشارد وتحط عليه ولا اذا تركته مش بيرجع. هاي فكرة الزنبرك من هون. هذا كمان زنبرك شبيه من هون. طيب خلينا نشوف ليش هذا مش راضي يشبك. احنا حطيت انا شيء غلط من هون السكوب. لا ما راضي يشبك. خليني اتاكد اشوف ايش البركي لازم احط عليه ولا لازم احول من فيزيكال سيجنال. اوكي لازم احول من فيزيكال سيجنال الى هذا. ما كناش نحتاج نعمله بالسيم باور سيستمز بس هون لازم اعمله. اذا لازم استعمل بي اس تو سيمبلي كونفرتر اللي هو هذا. طيب اذا ناخذه هون هلا نرجع للبراوزر لايبرري براوزر. فيزيكال سيجنال هي فيزيكال سيجنالز هون مضبوط. هذه فانكشنز لينير اوبريتر مالتي اوبريتر سورسز على السيرش. على السيرش طيب نحط بي اس هي سيمسكيب بي اس في عندنا. هلا احنا بدنا نحول من فيزيكال سيجنال الى سيميلينج مضبوط. هاي مش هيك مضبوط. اذا هلا المفروض الغلط اللي انا عامله هون لازم احولها اول شيء من فيزيكال سيجنال الى سيميلينج. نشوف اذا بتشبك هون شبكت معي. هون عندي على اوسيلوسكوب. اوكي تمام. هلا المفروض هلا الانجل تبعت هذا السيستم تبين معي على الاوسيلوسكوب. ايش ضل لازم اعمل؟ هلا يا بعمل انيشال ديسبيسمنت مش هيك كنا نعمل بسبرينج ماس دامبر متذكرين؟ يعني يا اما بدخل فورس تمام؟ فممكن اعمل يكون عندي ماس واحط سبرينج دامبر وهذا هون اثبته هيك. ممكن اعمل انيشال ديسبيسمنت ازيح هاي الماس واتركها او اني ممكن احط فورس. خلينا نحط فورس ستيب فانكشن. حتى نحط فورس لازم نجيب هلا سورس
sources, sources of enable foundation library, mechanical. Foundation elements. هذول الكومبوننتس هاي فانكشنز لوك اب تيبلز لانج هنا اوبتر سورسز مضبوط بي اس كونستانت لا لازم نحط لنا فورس خلينا اطلع على الموديل اللي موجود عندي ستيب صحيح بس في عندنا ايديال فورس سورس اوكي اذا حطيت ايديال بدي ايديال تورك فورس مضبوط فنفتش باللايبرري براوزر ideal torque اوكي وهي ideal torque source هذا راح ادخل له signal step function اذا هذا هون راح ادخل له step function خلينا نلفه 90 درجة طول مش لازم اجيب step function كان PS converter بعد step function step function بعمل simulink to PS converter بعدين بدخل PS converter على التورك فبدنا كمان PS converter المعكوس الثاني هاي لايبرري براوزر عندنا كمان بي اس هلا بدنا سيميلينك تو بي اس كونفرتر واد تو انتايتل 1 هي صار عندنا هذول الاثنين هلا هذا راح اخذه هون هذا راح اخذه هون خلينا نلف هاي 90 درجة هذا تيجي قبلها مضبوط هاي السيجنال راح ادخلها على تورك مضبوط هلا نفس الشيء التورك بالنسبه لايش راح يكون الريفرنس تبعه فالكومن هذا من هون راح يكون ميكانيكال روتيشنال ريفرنس راح اخذ هذا من هون هي صار هذا جاهز هلا التورك وين بده يدخل هلا بحط ستيب خليني بس اشبك هاي هلا هاي راح اشبكها على النقطه هاي مش هيك اللي هي الشافت راح تيجي عندي هون ايش سؤالك تورك ايديال تورك سورس بس التورك لازم اعطيه درايفر سيجنال تدخل عليه يعني لو احنا في الواقع هون لو هذا واقع جهاز معي هو طبعا هون كانه محرك بس احنا بعدين راح نغير هذا كله بس هلا هون احنا بس نشوف السيستم هذا ايديال تورك سورس راح اعطيه انا سيجنال السيجنال بتمثل التورك اللي بدي اياه هاي لاحظوا لساها سيجنال وهاي سيجنال هلا هو مصر هون السيمسكيب انه لازم احول من سيجنال لسيجنال السيم باور سيستمز ما طلب مني احول من سيجنال لسيجنال اوكي فهذا كونفرتر اضطريت احط هذا الكونفرتر وهذا الكونفرتر اضافيات من السيم باور سيستم اعطاني سيجنال راح يعطيك تورك التورك ما له معنى اني احط تورك بدون ما يكون في ريفرنس يعني وانت بدك تحط تورك على شافت بده يكون بالنسبه لريفرنس معين زي ما لما بقيس كمان بقيس بالنسبه لريفرنس معين فاحنا لما نقيس هون وين كنا نقيس هون الايديال روتيشنال الانجل لما بقيس الانجل الديسبيسمنت كمان بدها تكون بالنسبه لريفرنس فهي هذا هون كانه هذا جهاز بقيس كانه شافت انكودر عم بقيس الروتيشن هلا ضل عندي ايش اخر شيء اعمل؟ راح احط ستيب هون راح اخذها من ال من السيميلينك فناخذ هون سورسز راح اخذ هون ستيب فانكشن اد تو انتايتل ضل اخر شيء هلا بحط زي الجي يو اي بتذكرين الجي يو اي بالباور اللي هو للحل خليني بس اتذكر ايش اسمه هذا الريفرنس نشوف طلع هون سولفر كونفيجريشن اوكي ننسخه من هون هون مضبوط
راح اخذ هذا والله اظن هذا بس المشبك هون اوكي هيك مفروض جاهز عندي انيشال كونديشنز انا ما عملت شيء بالانيشال كونديشنز خلينا نطلع بس على البارامترز على السريع عندنا هون الانيرشا 0.01 كيلوغرام متر سكوير هذا راح يعطيني 1 نيوتن متر مش هيك لانه هاي ستيب فبعرفش الفاليوز راح تكون مناسبه ولا لا هلا بنشوف ايش ضل عندنا كمان بدنا نطلع على السبرينج البارامتر تبع السبرينج 10 نيوتن متر بير راديان روتيشنال دامبر 0.001 اوكي هيك جاهزين نعمل رن بعرف شو يطلع معنا بس نقدر نعمل رن كأنه بدنا نزيد الدامبينج طيب نزيد الدامبينج هون بالدامبر روتيشنال دامبر شي 1-0 خليني اخفف الستيفنس شوي واحد قليل خلينا نجرب نشوف ايش كانت 10 هي اوكي خلينا اضبط اضبط السكيل تبع الاكسس وراح اعملها قديش نعملها نعملها 1 ملي سكند 0.001 سامبل تايم داتا هيستوري عشان يطلع بس الجراف ارتب من هيك اوكي احنا عملنا بالنهايه عندي التورك 1 نيوتن متر والستيفنس 1 فهذا بعطيني ستيدي ستيت فاليو راح يوصل له بالاخر يعني شو صار بالسيستم هذا؟ كان واقف الزومبرك هون والانيرشا موجوده والدامبر موجود حطينا تورك مقداره قديش؟ 1 نيوتن لانه ستيب عندي 1 وتحولت ل 1 نيوتن متر فحطيت انا فورس 1 نيوتن متر ات زيرو تايم او ات 1 سكند السيستم شو بيعمل الان؟ راح يتحرك وبعدين يعمل هيك وراح يضل مستقر على اي نقطه؟ ليش استقر على واحد؟ لانه ستيفنس واحد والفوق والتورك واحد. اوكي ماشي فاهمين؟ بعد ما يخلص في النهايه لما يخلص الترانزيت ريسبونس ستيدي ستيت كونديشنز راح تكون انه هذا راح يلف بمقدار 1 راديان. 1 راديان ما هو انا عندي ستيفنس هي 1 نيوتن متر بير راديان. لما هذا يلف راديان واحد قديش راح تكون الفورس من السبرينج؟ 1 نيوتن متر، قديش الفورس اللي حاططها؟ 1 نيوتن متر فصار الزمبرك كافي عنده لما عملت له ديسبيسمنت كفايه صار كافي انه يقاوم ال 1 نيوتن متر اللي داخله من برا طبعا في طاقه ضاعت في الدامبر خلال العمليه هاي مضبوط طاقه ضاعت في الدامبر هي يعني عندي صار هذا بغير هذا واضح انه سكند اوردر سيستم مضبوط اندر دامب ولا اوفر دامب ولا كريتيكال دامب اندر دامب ما راح يطلع معي هيك لو انه كريتيكال دامب مضبوط وبامكانك تعمل الحسابات مش هيك متذكرين الحسابات؟ بتزوروا تعمل بتعرفوا تطلعوا الديفرنشال ايكويشن مش متذكر يا منير؟ اوكي ماشي واضحه هذه؟